كلمة ثالوث لم ترد في كل الكتاب المقدس، هكذا قرأت وسمعت عشرات المرات، سواء ممن يهاجمون المسيحية أو حتى من بعض الوعاظ المسيحيين. هل فعلا كلمة الثالوث لم ترد في كل الكتاب المقدس؟ أقول وأؤكد للجميع أن كلمة الثالوث وردت حرفيا في العهد الجديد، ووردت بالمعنى في العهد القديم، نقدر نجدها هنا وهنا. أما الكلام بأنها لم ترد لا أساس له من الصحة على الإطلاق. كلمة ثالوث في اللغة اليونانية هي تريس، كلمة ثالوث أي تلاتة في واحد، تلاتة غير منفصلين في واحد. طيب هل ده ورد في العهد الجديد؟ افتح معايا من فضلك رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 5 وآية 7، ونلاقي الرسول يوحنا يقول بوضوح شديد: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، في اللغة اليونانية تريس، ثلاثة، يقول الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. هو ده إيماننا، إيماننا بنؤمن بإله واحد. هذا الإله الواحد مثلث الأقانيم، كلمة أقنوم معناها شخص غير منفصل، فإله واحد في ثلاثة أقانيم. اسمع الآية مرة تانية، يوحنا الأولى 5:7: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، هؤلاء الثلاثة هم واحد. بل لما تبص معايا أبسط إجابة في إنجيل متى، لما نقرأ في متى 28 ويقول اذهبوا وتلمذوا، وبعدين يقول وعمدوهم. عمدوهم إزاي؟ باسم، مش بأسماء، باسم أي واحد، باسم الآب والابن والروح القدس. إلى هذا اليوم ونحن نمارس المعمودية في الكنيسة، لما نيجي بنعمد أي إنسان أقول له أعمدك باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. في نص البركة الرسولية اللي تكرر أكتر من مرة بنقول كده لغاية النهاردة في ختام العبادة، بولس بيختم الرسالة الثانية إلى كورنثوس يقول كده: نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله، شركة الروح القدس تكون معكم. الآب والابن والروح القدس. لما نقرأ في مشهد المعمودية نلاقي الثلاثة، الابن بيعتمد، الروح القدس نازل على هيئة حمامة، الآب بيتكلم من السماء ويقول كده بالفم المليان، بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، وهكذا. بل واحد من شواهد العهد القديم الجميلة في سفر إشعياء أصحاح 48، نبوة على فم الابن بيتكلم، يقول منذ وجوده، أي منذ وجود الآب، أنا هناك، أي أنا موجود منذ الأزل، والآن أي السيد الرب أرسلني وروحه. فالروح والكلمة والكلمة والآب، هؤلاء الثلاثة هم واحد. هو ده إيماننا، نحن نؤمن بإله واحد مثلث الأقانيم. والرب معك.